من ضمن الأسئلة، عاوز أعرف إيه هو رينج مرتبات الـ HR مانجر أو مدير الموارد البشرية. طبعا مختلفة من مكان لآخر على حسب الشركة والمؤسسة. في ناس ممكن تاخد 30,000، في مكان تاني تلاقي كبير و15,000، شركة صغننة، في مجال تاني بيدي أكتر. فهي مختلفة من المجالات، وجوه كل شركة بتكون مختلفة جوه كل مجال. في شركات مالتي ناشونال، في بنوك، في طب بنك صغير ولا بنك كبير، طب شركة صغننة ولا شركة محندقة، طب شركة دولية ولا شركة على القد، طب شركة أوطان وصالة يبقى المدير وأنا معاكم. فكل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل فارق كبير جدا جدا، يجب أن يتم أخذه في الاعتبار وإحنا بنتعامل على هذا الموضوع. فيجب إن إحنا نركز في هذه النقطة كويس جدا جدا قبل ما نبدأ نفكر. لكن بشكل اساسي، هي مره انا مش هعرف ادي تسعيره معينه، ولكنها بترجع لهذا الموضوع. ونصيحتي، بلاش تفكر قوي في السالري، فكر في انك تبني حياتك المهنيه وتحط سعر في السوق بتاعك وتبني شهادات ولاحقا باذن الله ممكن انك تروح مكان كبير يدي لك الراتب الكويس وارض الله واسعه، وانك تاخد التايتل كاتش ار مانجر، ممكن بعدها تروح شركه تانية اتش ار مانجر بمرتب اكتر بكتير. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.